كشفت تقارير إعلامية عما سمته مشروع حل جدي لأزمة الخليج، تكون الكويت بصدد عرضه على مختلف أطراف الأزمة والمعنيين بها والمساهمين في مساعيها من أجل الخروج من حالة الانسداد التي وصلت إليها تطورات الأزمة التي دخلت شهرها الثالث. المشروع كما قالت هذه التقارير نقلا عن مصادر سياسية في الكويت يقوم أساسا على خطة ترسم طريقا يفضي إلى تهدئة شاملة مشفوعة بضمانات من مختلف الأطراف تمهد لحل نهائي. المشروع يقوم أساسا على أرضية المبادئ الستة التي أعلنتها دول الحصار في لقاء القاهرة بتاريخ 5 جويلية الماضي، والتي تتضمن الالتزام بمكافحة ما تسميه التطرف والإرهاب بكافة صورهما ومنع تمويلهما أو توفير الملاذات الآمنة وإيقاف كافة أعمال التحريض والدعوة إلى الكراهية أو العنف، والالتزام الكامل باتفاق الرياض لعام 2013 والاتفاق التكميلي وآلياته التنفيذية لعام 2014، والالتزام بكافة مخرجات القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي عقدت في الرياض ماي 2017، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ودعم الكيانات الخارجة عن القانون. وفي هذا الاتجاه يشاع أن الرسائل الخطية التي بعث بها أمير الكويت إلى نظرائه في كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر وقطر تتضمن تفاصيل هذه المبادرة، كما يقال إن جولة المبعوثين الأمريكيين تيم ليندر كينغ نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى والجنرال المتقاعد أنطوني زيني تهدف إلى إقناع المتنازعين وخاصة دول الحصار إلى تبني هذا الاقتراح والتخلي عن المطالب 13 التي رفضتها قطر وقالت إنها ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ، واعتبرتها إملاءات مهنية تمس سيادة قطر وكرامة شعبها، والتي أي المطالب أثارت أيضا حفيظة العديد من العواصم الإسلامية والأوروبية مثل تركيا وألمانيا وحتى الولايات المتحدة على أن تلتزم قطر في المقابل بمعالجة ملف الإخوان وإخراج بعضهم ووقف حملاتها الإعلامية ضد دول الحصار. وتؤكد بعض المصادر الإعلامية وخاصة الكويتية منها بأن الأزمة تسير باتجاه الانفراج، وقد لاحت في الآفاق مؤشرات إيجابية توحي بأن أطراف الأزمة قبلت بالمقترح من حيث المبدأ بعد أن تلقت ضمانات كويتية وأمريكية وأوروبية للوفاء بكل الالتزامات المترتبة عن هذه المبادرة مشفوعة بضغوط أمريكية، وإن كانت مغلفة بنصائح ودعوات دبلوماسية، ومعروف أن هذه الدول لا ترفض لأمريكا طلبا على الصعيد الرسمي. ورغم بعض التصريحات المتفائلة باقتراب حل الأزمة فلا حديث عن هذه المبادرة، لا تصريحا ولا تلميحا ولا نفيا ولا تأكيدا، مما يدفع إلى الاعتقاد بأن الوساطة أحرص ما تكون على توفير أسباب نجاح هذا المسعى وعدم المغامرة بفتح ملفه إعلاميا، خاصة أن وسائل الإعلام في دول الأزمة سواء دول الحصار أو في قطر تؤدي دورا تصعيديا خطرا، وأصبحت أداة لحرب إعلامية شرسة لا تزال مستعرة وتزداد ضراوةً.